الرحيم. اولا تنشكر الاخوان المنابر الاعلاميه الحره المدافعه عن مراكش وعن الرياضه على الصفه عامه الذي يحصل لي الشرف باش نقعد معكم في هذه الندوه الصحفيه الاولى ديال الجامعه الملكيه المغربيه للجمباز على اثر تنظيم ولاول مره في تاريخ المغرب وفي تاريخ رياضه الجمباز بالمغرب ينظم المغرب البطولة الإفريقية للترامبولين من الفترة اللي تمتد من 23 حتى 27 فبراير بقاعة المحاميد متعددة الاختصاصات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. تتجه هذه التظاهرة تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة والمهابة مولانا محمد السادس نصره الله وإيده، ايضا بتنسيق مع وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه وبشراكه مع المجلس الجماعي لمدينه مراكش والسلطه المحليه في شخص السيد والي ولايه مراكش اسفي، وايضا تحت اشراف او بتنسيق اعلامي مع المنابر الحره الحاضره معنا. هذه البطوله هذه تتعرف اولا نعطيكم الحيثيات كيفاش استضفنا هذه البطوله. المغرب الحمد لله غادي يستضيف هذه البطوله هذه اللي هي بطوله افريقيه، ثم في شهر 10 غادي يستضيف البطوله العربيه 2023 دائما بالمحاميد، وفي شهر 11 غادي يستضيف البطوله البحر الابيض المتوسط اللي غتكون في لاول مره حتى هي في مدينه مراكش. لماذا بالضبط اخترنا هذا النوع الرياضي في هذا الترتيب؟ اولا المغرب كانت ديما تيشارك من تاسست الجامعه تيشارك بجوج الانواع الرياضيه، هي الجمباز الفني اناث والجمباز الفني ذكور. ففي 2018 دخلنا واحد النوع جديد هو الجمباز الايقاعي اللي حصلنا فيه الحمد لله على المرتبه الاولى عربيا في 2018، وحصلنا على نتائج على المرتبه الثالثه في افريقيا. يعني الجمباز الايقاعي لحد الان ولا غادي بواحد المستوى واحد الوتيره اللي هي كبيره. ايضا ضفنا الجمباز ديال الايروبيك اللي عمر الجامعه الملكيه المغربيه ما شاركتش في الايروبيك، فبالتالي الان انها شاركت في البطوله الافريقيه، وايضا كانت مشاركه اللي هي مشاركه جد متميزه. وعلى اثر هذه المشاركه حصلنا على واحد البساط ارضي من الاتحاد الدولي اللي هو ما يمكنش للجامعه بالامكانيات الماديه اللي عندها انها تحصل عليه. ايضا حصلنا على جوج ديال الطاقم ديال تجهيزات الجمباز الفني في البطوله الالعاب الافريقيه اللي كانت في الرباط، وما عندناش الامكانيات باش يمكننا نحصلوا عليهم كل ما نظمناش ديك البطوله الالعاب الافريقيه. ايضا كيف قلت لكم في 2011 كاينه في شهر 12 كاين الدولي اللي تتنظمه الجامعه الملكيه المغربيه النسخه الثانيه في الجمباز الفني. وفي شهر 5 2024 كاينه اكبر تظاهره اللي غيتعرفها القاره الافريقيه وهي البطوله الافريقيه في الجمباز الفني اناث وذكور المؤهله للالعاب الاولمبيه اللي تنطمحوا ان شاء الله اننا نتاهلوا الالعاب الاولمبيه ويكون هذا واحد الانجاز اللي هو انجاز كبير. فمهما كاينين هنا الا انني ابشركم ولاول مره اننا الحمد لله يوم الاربعاء راه غادي نديروا اتفاقيه شراكه والافتتاح، درنا اتفاقيه الافتتاح نتاع ثاني اكبر قاعه في المغرب بتيت من الليل بجامعه عماله مديونه. فغادي يتم تمددشين ديال القاعه اللي تم التجهيز ديالها في اطار اتفاقيه مع عماله المضيق. وبهذه المناسبه تنشكر السلطات المحليه اللي دارت الثقه في الجامعه الملكيه وعطاتنا اللي تعتبر دروكا ثاني اكبر قاعه رياضيه في رياضه الجمباز من بعد قاعه المحاميد. نرجع هذه بعجاله نرجع للبطوله الافريقيه اللي كي قلت لكم غيتعرف مشاركه ديال تقريبا 192 بين حكام ومنظمين ومشاركين اللي غيتعرف هذه التظاهره، وهي المغرب وتونس ومصر وانغولا وجنوب افريقيا
هادو هما الدول اللي كيدات الحضور ديالها وبعناصر جد 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 مهمه. ايضا هاد التظاهره تتميز ايضا بحضور السيد رئيس الاتحاد الافريقي اللي بهذه المناسبه غادي يوقع واحد اتفاقيه شراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه للجيمباز من اجل تطوير او احداث اكاديميه داخل افريقيا داخل مدينه مراكش، ويتم ان شاء الله استقبالهم من طرف السلطات المحليه ومن طرف المجالس المنتخبه. ايضا الانطلاقه غادي يكون الوفود وصلوا اليوم الوفد المغربي، وايضا اليوم امس الوفد المغربي والوفد التونسي اللي هما الان تيمارسوا التدريب ديالهم بالقاعه ديال المحامي القاعه الكبرى. يوم 23 غادي يوصلوا جميع الوفود ايضا بما فيهم التظاهرات. تتعرف اول مره الحكام دوليين من غير الدول اللي مشاركه، وهما حكام دوليين صفتهم الاتحاد الدولي للجيمباز. ايضا كاين سكورين، يعني كاين ناس متخصصين اللي جاوا من الاتحاد الدولي اللي هما اللي تيديروا لو سكور، هما اللي تيقادوا لنا هاد الترومبولين. عنده واحد التقنيات اللي تتقيس الارتفاع ديال شحال العلو الارتفاع اللي حقق اللاعب، شحال شنو هما العمليات ديال الجيمباز اللي تيدير. يعني كاين واحد التقنيات اللي هي ان كود ديال لافيك اللي سبيسيال هاد لاكتيفيتي. ايضا غادي يعرف الكورديناتور دافريك اول مره اللي هو الجنوب افريقي الوسيكو اللي هو مصيفط الاتحاد الدولي. ايضا الاتحاد الدولي صيفط واحد المجموعه ديال الاطباء من اجل لونتي دوباج باش يحاربوا المنشطات ويدير لي زاناليت المنشطات. غادي يبداو نهار 25 وينتهوا نهار 26. كي قلنا وصل الوفود نهار 23، الابواب مفتوحه في التدريب، ايضا تدريب حره، ايضا نهار 24 تدريب حره، ونهار 25 سيكون بدايه البطوله في الصباح، والافتتاح غادي يكون في العشيه مع جوا ديك الاربعه، على اساس ان الافتتاح غادي فيه واحد نص ساعه، ونعاودوا تستقبل عاوتاني البطوله في شقها التاهيلي فيها الكبار والشبان اناث وذكور، وايضا ما قبل الشبان اناثا وذكور، وفيها الفرزي وفيها لو ديو الثنائي اللي تيديروا السنكرونيزاسيون. كاين ايضا يوم 26 غادي يعرف النهائيات وتوزيع الجوائز، ويوم 27 غادي تعرف مغادره الوفود لارض الوطن. وباسمكم تنتمنى الاخوان الاشقاء الافارقه المشاركين في التظاهره الرياضيه اقامه جيده ومشاركه مشرفه، وايضا تغطية إعلامية بفضلكم وفضل المنابر الحرة ديالكم أنها ترقى إلى مستوى ما يطمح إليه المغرب إن شاء الله. ما يخص الدعم المادي، نقول لك بأن للأسف الشديد أننا وضعنا ملف لدى الوزارة، ملف متكامل من أجل الدعم الخاص لهذه التظاهرة، لم تلقى أي جواب. المسألة الثانية أننا وضعنا او قدمنا دعم طلب واحد اللي تلبى لنا، قدمنا جميع الجهات. ايضا هو طلب المجلس الجماعي، هو دعم لوجيستيكي، الا بغيتي تقيمه بالفلوس راه دعم مادي، ملي تيوفر لك مجموعه ديال الاحتياجات اللي كاينين راه في حد ذاته راه دعم. ملي تيدير لك مثلا البوست كافي، تيدير لك مثلا اتجاه الاستقبال ديال الوفود، التذاكر، دوك الهدايا التذكاريه ديال الرمز ديال مدينه مراكش، راه هذاك راه دعم. كاين المجلس الجماعي بهذه المناسبه، تنشكر فاطمه الزهراء المنصور على الدعم المتميز، وكاين دعم ايضا ديال المقاطعه مراكش المدينه باللوجيستيك وبالاعوان وبكل شيء اللي وقفوا معنا وقفه نتاع رجل واحد، هذا هو الدعم الوحيد اللي كاين. اما الباقي هو دعم مادي ديال الجامعه الملكيه المغربيه للجيمباز، ايضا خد ايضا المساهمه ديال الدول المشاركه في هذا التظاهر. عرفتوا انتم بان المساهمه ديال الدول تتكون مساهمه رمزيه، مع العلم ان 52 فرد اللي صيفطهم الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي على عاتق، حنا اللي قبضناهم اون شارج، قبضتهم الجامعه تيصيفط بحال مثلا الحكام المحايدين الدوليين، لي سكورين دوك اللي تيديروا السكور، المدير الكورديناتور، دوك الدوباج، كل شيء هادشي تيصيفطوه لك انت تتقبضو، ما تيصيفطولكش واحد تبارك الله، تيصيفطولك هي سبعه ثمانيه كل كاتيجوري تتلقى.
الطاقه ايوا الطاقه بتبيع زعما بزاف د الحوايج تيدي. انا تنقول لكم بان بهذه المناسبه تنشكر السلطات المحليه وعلى راسها السيد الوالي وايضا المجالس المنتخبه على راسها السيد رئيس المجلس الجماعي السيده فاطمه الزهراء المنصوري والساده رؤساء المقاطعات الخمس وايضا الساده اعضاء المجلس الجماعي على الدعم المتميز الدعم المعنوي المتميز من اجل انجاح هذه التظاهره لايضا ايضا الوزاره الوصيه على تتبعها للنشاط ديال الجامعه الملكيه المغربيه وتنتمنى ان شاء الله اننا نكون في المستوى ديال هذا الحدث القاري اللي هو اول مره اذكرها مره ثانيه اول مره تتنظم بمدينه مراكش وتتنظم بالمغرب وان شاء الله هذه ستكون انطلاقه لموسم حافل بعده تظاهرات رياضيه دوليه وإفريقية إن شاء الله طيلة هذا الموسم إلى غاية نهاية موسم ديال 2024 فالبرنامج جد 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 مكثف وأطلب من الله التوفيق والنجاح وتمثيل المغرب أحسن تمثيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأطال الله في عمره.